مرة كتبت حاجة بما معناه إنه هل الفن حرام؟ عندك صراع مع نفسك في حتة حرام ولا حلال؟ أنا نفسي شايف إن هو يعني أنا عارف إن ده طبعاً توبيك عليه جدال كتير ماشي، بس أنا شايف إن الحاجات بس أنت تسألت يعني. أنا تسألت لأن عايز أعرف دماغ الناس فين. معظم الناس شايفة إن هو حرام، يعني الناس بتسمع مزيكتنا وشايفين ده غلط. أنا شايف إن الحاجات المحرمة واضحة قوي أكتر من كده. أنت الناس اللي بتقول المزيكا حرام جايبة ده من مش بوضوح، يقول لك اتقالت هنا واتقالت هنا. فأنا شايف إنه لا، هي لو محرمة كانت هتبقى واضحة وصريحة، اللي هو الغنى والمزيكا الاتنين حرام كده وش. يعني أنت كنت بتسأل عشان تعرف دماغ الناس، أنا عايز ما كنتش بتتساءل الناس بجد. أنا عايز أعرف الناس دماغها فين عشان أبقى فاهم وأنا بكلم الناس، إن الناس أصلاً شايفة إن أنا مثلاً بعمل حاجة حرام ولا لأ. فاهمة قصدي؟ كنت حاسم الصراع ده جواك وأنت بتسأل؟ قبل ما أبدأ من زمان، من كذا سنة يعني دخلت وبحثت في الموضوع ده جامد. فوصلت زي ما بقولك في الآخر حتة إن هو لأ، الحاجات المحرمة بتبقى واضحة قوي، اللي هو واضحة وصريحة. فاهمة قصدي؟ فاهمة. فبس